السلام عليكم. نحن الآن بصدد حل المثال الثاني اللي نزل في سنة 2018 ما قبل الامتحان، صيف 2018. طبعا ما زلنا بالحديث من بالمثال الأول، بلشنا إنه صارت السي شارب من ضمن الامتحان، صار في خطة تعليم جديدة. نفس الشيء بال 2018، إذا أنتم ملاحظين امتحان قسمين، امتحان خطة التعليم القديمة، امتحان خطة التعليم الجديدة. الاختلاف الأساسي ما بينهم في إنه ما بين سي وأردوينو في القديم وما بين سي شارب في الجديد. تمام، تعليمات الامتحان. إذا أصبحت البداية نحن نبلش في مادة سي شارب، عفوا في مادة نظرية الكهرباء. وأسئلة نظرية الكهرباء إجمالا صارت أسهل شوي، على أساس يفتحوا مجال للإلكترونيات تكون أسئلة تفكيرية. طبعا مادة مفتوحة، فلن تجدوا امتحان، لن تجدوا سؤال يعني يكون طبق الأصل لسؤال مر عليكم. وما بنصح حدا ينسخ أي إجابة، لا يعني يلبق الإجابة من عنده لسؤال الامتحان، فعلى غلبة الظن حيكون في شبهة غش حشان. تمام، عندنا سؤال في مصدرين جهد بنفس الفرع، فبالتالي بإمكان اختصارهم وتحويلهم لمصدر جهد وحيد. بطبق هان طرق تحليل دوائر الكهرباء الأساسية. معطيك التيار الكلي قيمته 4 أمبير، طالب منك قديش القيمة مكافئة بين النقطة A و B. لما نحكي القيمة المقاومة المكافئة بين النقطة A و B، بكون مشمول فيها جميع المقاومات اللي هان. فعندي R3 مع R4، عفوا R2 و R3 بتور توالي، فالمقاومة المكافئة تبعتهم هي حاصل جمعهم. الأربعة من ستة بعطيني 1، 9 11 بعطيني 20 أوم. عندي R1 توازي مع R2 3، يعني حاصل ضرب حاصل جمع، وبما انه التنتين 20، فبالتالي المقاومة المكافئة لهم بتكون النص. هيك حلينا RAB اللي هي نفس R1 2 3 تساوي 20 أوم. نحسب قديش مقاومة R4. كلام حلو كتير. هلا هو معطيني التيار ومعطيني الجهد، بيطلب مني مقاومة R4. لباء بقدر أعمل إشي كما يلي: R total تساوي مجموع الـ E على التيار. بما إنه الـ E تنتين باتجاهين مختلفين، فبالتالي مجموعهم راح يكون حاصل طرحهم، يعني 60 ناقص 12 بعطيني 48 على 4. المقاومة الكلية عبارة عن 12 أوم. والمقاومة الكلية كمعادلة هي عبارة عن حاصل جمع R4 زائد R1 2 3، لأنه العلاقة بينهم توالي، بمر فيهم نفس التيار فالعلاقة بينهم توالي. فعندي هان R4 زائد 10 يساوي 12. برحل أو بودي الأربعة على الطرف الثاني المعادلة، فعندي R4 يساوي 2 أوم. هيك حلينا ألف وباء. طالب انك توجد التيار المار في R1 وحدد اتجاهه من نقطة A إلى B أو من B إلى A. بما انه التيار I طالع لفوق حيتوزع هيك، فالتيار المار في R1، ناخد لون تاني، هيكون اتجاهه من A ل B، من A ل B أو من A عاد B. كقيمته نعمل هان تقسيم تيار جيم، نجي بنعمل تقسيم تيار إحلاق زرم current divider. معادلة ال current divider تقسيم التيار، بدي IR1 بضرب في المقاومة، كون العلاقة بين التيار والمقاومة علاقة عكسية، بضرب في المقاومة الموجودة بالفرع الثاني اللي هي R2 3. تمام، دائما ببسطه لمقاومتين على التوازي بحالة تقسيم التيار. R1 زائد R2 3 ضرب التيار الكلي.
20 ضرب 4 على 20 زائد 20 على 40 بيطلع عندي 2 أمبير، واتجاهه من A إلى B. دال بين بشكل حسابي أن القدرة الكلية لمصادر أو المنتج من مصادر الطاقة تساوي مجموع قدرة كل مقاومة. بكل بساطة هم بدك تحل السؤال بشكل مفصل، بدك تيجي تقول له PR1 PR2 PR3 PR4، كل واحدة بكل بساطة I تربيع تبعها في R1، IR1 أوجدناه اللي هو عبارة عن 2. بس عندي ملاحظة هان، إذا هذا ماشي 4 وهذا مشي فيه 2، قد إيه بتم هان؟ سوري، يعني بتمشي 2، هذا بتم عندنا هان، بتم عندي 2. فبالتالي تعرف كل واحدة المقاومات أصبح معروف. بطبق الإشي بشكل سريع، بحللكم بس لوحدة. I1 2 تربيع ضرب 20، 4 في 20 80 واط. نفس الشيء R2 التيار الماشي فيها برضو 2 تربيع ضرب R2 اللي هي 11.6. بنكمل بوجد لجميع المقاومات، هيك بخلص من المقاومات. هلا بيجي دور مصادر الجهد. عندي ملاحظة هان إنه مصادر الجهد واحد منهم التيار بيتولد منه، واحد منهم التيار بيدخل فيه، زي انتم ملاحظين. يعني واحد منهم بيستهلك طاقة، فعليا بعاكس طاقة المصدر الأكبر. فهان راح يكون عملية طرح. ف PE المقاومات بجمع ال PR تبعتهم بيطلع مجموع ال PE. ال PE total بده يكون هي ال P لل E1 ناقص ال P لل E2، لأن ال E1 بيزود، ال E2 ما بيزود، بيستهلك. بكل بساطة I في E اللي هي 4 ضرب 60 طلع عندي 240 واط. في اي 2 نحكي على 4 اي، طبعا في اي 2 4 ضرب 12 طلع عندي قد 48 واط. البي اي توتال بيطلع عبارة عن 142 ناقص 48، 192 واط. وهذا الشيء بتثبتوه، هيك بنحل ده، نكون حلين السؤال. يعني اجمالا مش صعب. مقاومات، علاقة بالمقاومات، قانون اوم، تقسيم تيار، بعدين في عندي قدرة، مفاهيم اساسية حقيقة، شغل مستوى الصف 10. طيب هلا هاني معطيني RL3 كمان مرة. زي انتم ملاحظين دائما الاي سي عشان يعقده شوي صار يدخل فيه قضية الجانب العملي، انه بدخل فيه عادة المحولين، السيجنال جنريتر مولد الإشارة، بحط فيه المشاكيف اللي هم سبارة الذبذبات أو عكس الإشارة اللي هو الأوسيلوسكوب. بس هي قضية فهم كيف أنت بدك تتعامل معهم، بده شوية فهم، وإن شاء الله بإذن الله بيكون الإشي مش معقد. وأحيانا بحاول أعقد الأمور بالزوايا. كمان مرة كله موجود عندي بورقة القوانين، فبإمكانكم ترجعوا لإله، والإشي يعني مش صعب، إنما مفاهيم أساسية. بقول لك التيار المقاس هان قيمته 2 امبير، اذا الاي افكتيف. كمان مره الاميتر والفولت ميتر ادوات القياس للجهد والتيار في الاي سي بقيسوا الافكتيف كارنت وافكتيف فولتج اللي هو الميتح يعيل افكتيفي الفعال. وفرق الجهد هان برضه في افكتيف بقيس عندي 10 فولت. احسب قديش العكبة، احسب قد ممانعة تبعت الدائرة. زد ساوي اي على في، 10 على 2 بعطيني 5 اوم. مش طالب اني طبعا هنوجد الزاوية، بالتالي ما بقدرش اوجد زاوية هان الا لما اعرف، الا لما سنة شوي تنقدو تنقادو معلاهي هان 3 اوم. بقدر اوجد الزاوية طبعا هلا، ليه؟ لانه في عندك الار، هيك رسمت مثلث الممانعه، هاي سوري هاي الاكس ال وهي الزد. فاذا بدي اوجد الزاويه هذه ممكن الار معروفه والزد معروفه اللي هو المجاور على الوتر، اذا كوساين شيفت كوساين وكوساين انفرس ار على زد، هيك بوجد الزاويه لانه الكوساين هو مجاور على الوتر والار معروفه
زد معروفة عن طريق الآلة الحاسبة تطبيق مباشر. شيفت كوساين اللي هي كوساين انفرس. طالب منا قديش ممانعة ال، خلينا ناخد لون تاني. ال اكس ال تساوي تحت الجذر زد تربيع ناقص ار تربيع، 5 تربيع ناقص 3 تربيع بعطيني 4 أوم. طالب منا قيمة الحث للآل برضو مش صعبة. ال اكس ال تساوي 2 باي اف ال، ال اف معروفة نعم عبارة عن 50 هرتز، فال ال عفوا ال ال تساوي اكس ال على 2 باي اف. اكس ال عبارة عن 4 2 باي 2 ضرب باي بالآلة الحاسبة، بتحطه مثل ما هو عشان يكون جوابكم دقيق. خلينا نعتمد ان احنا برضو نحط من ناحية عدد خانات عشرية 3 خانات، وما بنعمل تقريب إلا في الجواب النهائي. بتم إذا في عندي عدة مراحل حسابية بحطهم الأنسر، بحط في الآلة الحاسبة العلمية scientific بحط الأنسر كما هو، أو بستخدمه حتى أوجد النتيجة النهائية. ضرب 50 فبيطلع عندك القيمة بوحدة الهنري. إذا ترسم الجهد على channel 1، الجهد على channel 1 هو عبارة عن جهد المصدر تمام، وبدك تحدد قديش وزن السكيل، قديه تايم ديفيجن، كل مربع على الاكس قديه قيمته قديش المفترضة، وكل مربع على الواي قديش القيمة تبعته. طيب قديه بدنا، اوكي مش طالب منا نرسم كثير خانات، يعني مش طالب منك عفوا نرسم اكثر من دوره، يعني هو طالب انك ترسم بشكل مفتوح. اوكي هذا هو السؤال. طيب الاف بكل بساطه بوجد التي، تي تساوي 1 اف، 1/50 بعطيني 0.2% من السكن. الجهد اعلى قيمه للجهد، الفي عندي 10، فممكن اجي اعمل اشي زي هيك ارسم عليه كله، وبما انه مش معطيني قديه زاوية التيار أو الجهد، بفترض إنه الجهد عندي زاويته بكل بساطة 0. دايما إذا مش معطيني مين يعني قديه زاوية التيار أو قديش زاوية الجهد، بفترض إنه الجهد عندي زاويته 0، يعني ببلش من الصفر. ممكن أعمل إشي زي هيك، ممكن نعمل إشي زي هيك، ممكن معلش رسمي أنا مش كتير فنان بالقصة هذه. رسمنا تنتين تي، ال V أعلى قيمة ال effective تبعته 10 فولت، ال effective 10 فولت، فال VM ال VM اللي هي تساوي جذر التنين ضرب ال V effective، جذر التنين اللي هو 2 باي معيش على حاسبة اتس عفوا 2.14 ضرب 10 اذا بيطلع 21.4. فممكن نعمل اشي زي هيك، ممكن نطلع، يعني ممكن انا اجي اعمل طريقة تانية عشان اكون اكثر دقة. معلش بدي امحى على اساس انه انا كنت حاسب حساب اعلى قيمة هي 20، لها صارت اكثر شوي لو ضربنا في جذر التنين. فممكن اجي اعمل اشي زي هيك، اعلى بشوي أعلى بشوي بشحطة اللي هي عبارة عن 1.4، أساس بس أعمل التايم ديفيجن يكون رقم منطقي، لأنه مش كل الأرقام على الأوسيلوسكوب ممكن نحطها من ناحية السكيلينج عشان تكونوا في الصورة. هلأ بقدر أجي أعمل كما يلي، إنه الفولتس بير ديفيجن تساوي 5 فولت، لهن 5 تساوي سوري تساوي 10 فولت، لأنه هذه 10 وهي 20 تمام، هم بيطلع لنا 21 فاصلة إشي. هلا time per division أنا التي كلها عندي، التي كلها يعني كان يمكن لسه أبسط الإشي أخليه إنه التي كلها تكون على مربعين على أساس أقسم على 2، بس التي كلها صارت عندي عبارة عن 4 مربعات. فإذا الفاصلة 2 تمام عبارة عن سكند، طبعا هي فعليا 20 ملي سكند، اتس اوكي okay. فاصلة 2 تساوي 4 مربعات،
تساوي 4 تايم بير ديفيجن لأنه هذه تي، فبالتالي تايم بير ديفيجن بقسمها على 4 بيطلع 5 بالألف، فبالتالي تايم بير ديفيجن عبارة عن 5 بالألف أو 5 ملي سكند، وهيك الرسمة بتكون معقولة. طبعا في عنا عدة إجابات لدال، دائما شوف إيش اللي بريحك، شوف كيف بإمكانك تبسط الأمور على نفسك. هذا فيما يتعلق بنظرية الكهرباء. نيجي نحكي على قسم الإلكترونيات. أصبح معتاد إذا أنتم ملاحظين أنه يبلش بسؤال ترانزستور. سؤال ترانزستور بيحاولوا قاعدين يغيروا كل مرة، يعني كل سنة بيحاولوا يضيفوا شغلات أو يغيروا مين المعطى ومين المطلوب. فهل معطيني ضافوا RL، ضافوا RE بس بالتوازي مع كاباسيتور عشان بحالة الـ AC يكون مختفي، الـ RC والـ RB والـ RE مجهولين، هاي تعقيد جديد إنه الـ RE مش معروفة كالعادة، بيتا أو الـ HFE معطينا إياها 100، الـ HIE 1 كيلو في بي فاصلة 7، هاني معطيني الـ IC ومعطيني الـ VCE ومعطيني قيمة التكبير وطالب RC. خلينا نجرب من ننطلق من التكبير، خلينا نجرب ننطلق من قيمة التكبير. قانون التكبير سالب HFE ضرب توازي RC مع RL. كمان مرة الـ RE مش موجودة بحالة الـ AC لأنها حتكون توازي مع السلك، والتوازي مع السلك بصير كله سلك تقسيم HIE. فهنا في شوية تبسيط، سالب 200 ناقص 100 أو 1 كيلو توازي الـ RC مع الـ RL. طيب هم بيطلع 2، فبيطلع عندي 2 كيلو اللي هي توازي الـ RC مع الـ RL. توازي لمقاومتين حاصل ضربة حاصل جمع 6 كي RC على RC زائد 6 كي ضرب تبادلي الكي، خلينا نضيع الكي مع الكي والواحد صار عندي هان 3، انبسط الأمور. بيطلع عندي RC زائد 6 كي تساوي 3 RC، بودي ال RC ها طلع عندي 2 RC تساوي 6 كي، فال RC تساوي 3 كيلو أم. وجدنا ألف، تمام. هلا بده نوجد ال R B وال R E. بنبلش ب KVL على الدائرة الخارجية عشان نوجد ال R E، بعدين بصير بعمل KVL على الدائرة الداخلية بوجد منها ال R B. خلينا نوجدهم بشكل قد ما بنقدر. KVL التنين دي بي سي سي ناقص ار سي اي سي ناقص في سي اي ناقص ار اي. طبعا الار اي موجودة في الدي سي، ليه؟ لانه الكاباسيترز بصيروا اوبن سيركل دائرة مفتوحة فبيختفي، في اي اي يساوي صفر. طبعا الاي سي معروف، العلاقة بين الاي اي والاي سي هي اي بي زائد اي سي، صح؟ الاي سي معروف، فبالتالي البيتا اي بي والاي بي بقدر اعرفه اللي هو اي سي تقسيم بيتا، فعندي هان 1.5 ملي زائد بقسم على 100 بيطلع عندي 0.15 ملي، مزبوط؟ قسمته على 100، مزبوط. فبيطلع الاي اي فعليا 1.515 ملي امبير. ال VCC 12 ناقص 1.5 ملي، RC ناقص 6 ناقص ال RC أوجدناها اللي عبارة عن 3، تسمح لي نمسحها، عبارة عن ضرب 3 كي، الكي مع الملي بروحه، ناقص RE في 1.15 ملي أمبير. أوكي، فهان بيطلع عندي 12 ناقص 6، 6 ناقص 4.5 طلع عندي 1.5، إذا الـ VE هيكون 1.5، تمام؟
يساوي صفر على الطرف الثاني، وبقسم هذه ار اي بس لو سمحت، معلش شوي الشغل على التابلت مش مريح زي الورقة. الله يعينكم في الامتحان، باخذ جهد. واحد ونص تقسيم واحد ونص، 1 فاصلة ملي، أظن تطلع تقريبا 990 أوم. تأكدوا بالآلة الحاسبة. تمام، حساب الـ RE، بالـ RE، حساب الـ RE سوري أوجدناها، حساب الـ RB بعمل KVL على الدائرة الداخلة، تمام، اللي هي VCC ناقص RB IB ناقص VBE ناقص RE IE اللي احنا أوجدناها قبل شوي اللي هي 1.5، مظبوط؟ اللي هي هيها 1.5. VCC عندي 12 ناقص الـ IB معروف، هاي RB، الـ IB عبارة عن بيطلع 15 مايكرو، هذا الكلام بضربه في 1000 بيطلع 15 مايكرو، ناقص فاصلة 7 ناقص 1.5، 12 ناقص 1.5 10.5، 10.5 ناقص 7 بيطلع 9.8 ناقص ار بي ضرب 15 مايكرو يساوي صفر، اذا الار بي تساوي 9.8 على 15 مايكرو، هيك أوجدنا الـ RB. شو بصير إذا فصلت الـ CE؟ إذا فصلنا الـ CE بكل بساطة، إذا فصلنا الـ CE قيمة التكبير بتقل، لأنه بصير فيها كمان باند اللي هو عبارة عن 1 زائد HFE RE، حسب ذاكرتي بدكم تتأكدوا بس من ورقة القوانين، 1 زائد اتش في ار اي، فبالتالي قيمة التكبير بتقل، تمام، وهذا تأثيره من ناحية دي سي، ما في تأثير لأنه اوريدي ما كان لهش تأثير، إذا قيمة التكبير بتقل بسبب هذه المعادلة. إذا فصلنا ال ار ال هذا الجانب راح يختفي، فبدل ما نحط 2 قلنا بدل ما يكون 2 كي هان بصير قيمة ال ار سي اللي هي 3 كي، قيمة التكبير بتطلع بتفسر نميك تشوفها خا أو تشوفتيخ، بتفسر هذا الكلام أو بتفسري هذا الكلام عن طريق المعادلة، ويخلصنا الترانزستور. صراحة قاعدين بركزوا على عن جد يكون فهم معمق عند الطالب مش مجرد حفظ، ومش غلط، هذا الشيء شيء حلو كثير، يعني إنه الطالب يكون عن جد تعبان حاله، والتدريب الحقيقي لهذا الامتحان بكثرة الحل، يعني بيقدر الواحد شبه يحفظ كيف النمطية اللي بتيجي وبيتم حل، يعني بس حل كل الأمثلة المتاحة عندك وكون متابع مع أستاذك بمفاهيم الـ CFG إن شاء الله على مكانه. طيب، عندنا مكبر عمليات، في تغذية راجعة، نحكي على مرحلتين، برضو في تقسيم جهد، في تريك صغيرة إنه هاني صار كمان مصدر للجهد، هذا التريك حقيقة بهذا السؤال، خلينا نشوف كيف ممكن نتعامل معه. بدك تحسب الجهد عند النقطة A والجهد عند النقطة B. طيب، هاني في عنا محلك، عندي هان محلك ميتر تقسيم جهد، فولتج ديفايدر، ففي النقطة هذه نفسها جهد الـ A، نفس الجهد الـ A، برضو سامحونا على الرشح يا جماعة، لأنه الـ V بلس ساوي الـ V مينوس لما يكون عنده مكبر عمليات مثالي، فالـ VA هو نفسه الـ V بلس وتساوي R4 على R3 زائد R4 ضرب V1 بعطيني 2K تقسيم 3K ضرب 3 بعطيني 2 فولت، إذن الـ VA 2 فولت. الـ VB بصراحة أوكي، أول شيء بصراحة خفت منه الـ VB، ليش الكذب، بس وفكرت إنه لازم أستخدم الـ V3، بس لا، هو تريك بسيطة كتير، وكونه ألف على أغلب تظن الفرع عارف بأول سؤال يكون أساسي ويعني أبسط شيء، فإذا بتطلعوا فينا سلك طويل هان نفس الجهد على 2 فولت، ال V بلس ساوي V ماينس، V بلس ساوي V ماينس، فبالتالي ال V بي برضه 2 فولت، ال V بي تساوي ال V بلس ساوي 2 فولت، تمام، بده ال V output 1،
باجي بعمل عن طريق KCL@A، لأنه هان بقدرش أحكي مباشر إذا هو محافظ على الإشارة أو عاكس الإشارة، هو فيخ أو شومير أو inverting أو non-inverting. مباشرة باجي على KCL، هاي خلصنا ألف. باء باجي بعمل KCL، قانون كيرتشوف لا التيار، باجي بعمل KCL عند الـ A. ف KCL at A، فبقدر أقول إنه التيار I واحد يساوي I تنين، هاني ما في تيار لو نكبر عمليات مثالي، هاني I تنين، I واحد ساوي I تنين، I واحد فرق الجهد تقسيم المقاومة، 6 ناقص 2 على 4 كي، I تنين فرق الجهد برضه اللي هو 2 فولت ناقص في أوتبوت واحد تقسيم المقاومة، 6 ناقص 2 4 4 كي بعطيني 1 ملي، 1 ملي بضرب ضرب تبادلي، 1 ملي في 3 كي بعطيني 3، 2 ناقص في أوتبوت 1 يساوي 3، فالفي أوتبوت 1 يساوي سالب 1 فولت. بدنا نحسب الفي اوت، هذا عبارة عن سالب واحد وهذا اتنين، نفس الشيء بنعمل كي في ال، سوري كي سي ال، قانون كيرشوف لا كيرشوف كرنت لو، قانون كيرشوف للتيار كي سي ال ات بي. فنفس الشيء عندي هان التيار اي خمسة هيك بمشي ليه؟ لانه التيار بروح من الجهد على الجهد المنخفض، هاني ما في تيار، نفس الشيء هان في عندي اي سبعة، يعني التك الوحيد انه صار في عندي في ثلاثة، بكل بساطة بزيد كمان حد جبري في المعادلة تبعت كيسين، بصير في عنا تيارين مقابل تيار، بما انه هذا طالع طالع هذا غلبة الظن بده يكون داخل، فبقدر اقول اي ستة تساوي اي خمسة زائد اي سبعة. شو كيسين بقول؟ مجموع التيار الداخل يساوي مجموع التيار الخارج، التيار الداخل هو عبارة عن اي ستة، التيار الخارج عبارة عن اي خمسة زائد اي سبعة. اي ستة عبارة عن في اوتبوت ناقص 2 على 1 كي، اي 5 عبارة عن 2 ناقص ناقص 1 على 3 كي، اي 7 عبارة عن 2 ناقص ناقص 2 على 2 كي. من بسطة المعادلة ناخد لون تاني، بيطلع عندي معلش حلي معفشك لانه بدنا نحل على نفس الورقة ارتب، الكي بضرب في كي بيختفي الكي من الكل، في اوتبوت ناقص 2 تساوي 3 على 3 1 زائد 4 على 2 ساوي 2، بيطلع عندي في اوتبوت ناقص 2 يساوي 3، في اوت تساوي 5 فولت. الارقام منطقية يا جماعة، اذا طلع معك ارقام عجيبة غريبة اعرف انه حلك خاطئ، ودائما دائما خذوا وقت لفهم يعني كيف انا بحل، تعلموا كيف انا بحل مش تطلعوا على النتيجة، شوف آلية الحل آلية التفكير، هذا حقيقة اللي بيساعدك لأنه حيجي أسئلة مختلفة. نفس الـ R6 شو بصير جهد الـ V-output؟ فصلنا R6 ببطل فيه تغذية راجعة، بصير المحترم هذا عبارة عن مقارن، بصير عبارة عن مقارن. طيب خلينا نشوف كيف الجهد شو بصير، السؤال هذا تريكي شوي، خلينا نشوف. هذا بصير 2 فولت، هذا ناقص 1 فولت، وهاني الجهد هذه مش معروف قديش جهد ال V. خليني نعيد الرسمة كمان مرة، أو خليني أمحى حواليها حقيقة عشان نقدر نتعامل مع هذه المسألة، خليني نقدر نتعامل مع هذه المسألة. طيب صارت كأنها مسألة جديدة، وبصراحة بدها شوية تفكير، يعني أنا نفسي بدي وقت حتى أهضم شو بصير قاعد عندي. هان عندي على الفي طبعا ما في آر ستة مش موجودة، وهذا بيشتغل ك مشفي مقارن comparator. الفي بلس معروفة، الفي ماينس مش معروفة، كيف بقدر أوجدها؟ الأمر مش صعب، ثاني ما في تيار بمشي، صار عندي تيار نفسه بمشي. هان قديش كنت التيار بمشي؟ هان سالب واحد، سالب سالب تنين، لأنه السالب واحد أكبر من السالب تنين، سالب واحد سالب سالب تنين فرق الجهد على المقاومة اللي هو بعطيني واحد على مجموع المقاومتين، واحد على خمسة،
تعطيني قديش تيار هان؟ فاصل 2 أمبير. طيب هذا فاصل 2 أمبير، قديش جهد البي؟ قديش جهد البي؟ يعني أنا بقدر بصراحة أحذر أقول جهد البي حيطلع سالب أكيد، لأنه من طرف عندي سالب واحد ومن طرف تاني عبارة عن سالب 2، فعلى غلبة الظن إنه ال V plus أكبر من V minus، لذلك ال V output حيكون 12 فولت. هذا الحل مقبول، لكن لو بدي أوجد قديش جهد ال B، جهد ال B بكل بساطة بدك تيجي من طرف وتعمل فرق الجهد بين نقطتين. فرق الجهد بين نقطتين شو بقول؟ فرق الجهد بين نقطتين بقول انه انا جاي من هان، فهذا بجمعه اوكي، وهاني برضو بجمعها، فعندي هان سالب 2 فولت زائد جهد هاي عبارة عن فاصل 2 ضرب 2 كي، فاصل 2 ملي، فاصل 2 ملي 5 كي، سالب 2 زائد فاصل 4 بيطلع عندي سالب 1.6. اذا جهد البي سالب 1.6. نتأكد من حلنا اذا حلنا صح ولا غلط. لو مشيت من هان، هادي جهدها هيك وهادي جهدها هيك عكس التيار. لو مشيت من هان شفت في بي، هذا الفي بي، هادي الفي بي، بدي امشي من هان عشان اتأكد انه حلي صح، سالب 1 ناقص لانه هاني عكسي اتجاه جهد المقاومة، فاصل 2 ملي ضرب 3 كي، نعم بطلع سالب 1 سالب فاصل 6، بطلع سالب 1.6. إذا جهد البي سالب 1.6، بالتالي مش مهم إنه أنت توجد القيمة هذه، بس بقدر إنه أنت تقول له البي بلس أكبر من في ماينس، فبي في أوت تساوي 12 فولت. أما هيك حل يدل على إنه أنت عن جد فاهم الطبخة، وهيك حلينا السؤال. كمان سؤال مكبر عمليات، إذا أنتوا لاحظوا النمطية صار في عنا سؤال ترانزستور، سؤالين مكبر عمليات. مكبر عمليات كان شوي أكثر تعقيدا، صار يضيف فيه يكون عدة مراحل. هاني معطيني هاي باس فلتر، وحكي لي إنه هاي باس فلتر عبارة عن مرشح لترددات مرتفعة، مثالين ريشت مع فراغ بوهيم، عندي هان ما في تغذية راجع، هذا بيشتغل كم مش في أو مش في، وهذا عبارة عن ترانزستور بيشتغل كميتنج إلكتروني كمفتاح، بس بيكون بالكتعون بالكات أوف مفصول القطع، وبوصل رفايا اللي هي الساتوريشن الإشباع، بس بيكون يا كأنه سلك يا كأنه سلك جهده بسيط كتير فاصل 2، يا بيكون دائرة مفتوحة سلك بيمشي فيه تيار، ودائرة مفتوحة ما بيمشي فيه التيار، بضوي الليد أو بطفي الليد. وعندي هان محلك متح تقسيم جهد. طيب شو بدنا نعمل؟ بقول لك حط الإشارة انسخ على دفترك وارسم VA وارسم V output. ال VA بكل بساطة رسمت الهاي باس فلتر، الهاي باس فلتر هو جهد على المقاومة، فدام ببلش صفر وبنهي بصفر، بلحقه بعدين بنزل. ليه بنزل؟ لأنه جهد الكاباسيتر جهد المكثف راح يصير نفس جهد الانبوت، فبالتالي الفرق بينهما هو يتبقى للمقاومة بيساوي صفر. من عندي هن خمسة، هذا عبارة عن V. هاني عندي محلك متح، خلينا ناخد لون تاني. الجهد هان هي بالنص، محطوطة بالنص، لازم نقرأ البي متسابة مركز اوكي، فبالتالي الفي ماينس كونه بالنص تماما وار واحد وار تنين قد بعض بعطيني 2.5 فولت. ف هذا عندي 2.5، لاحظوا لي انه الانبوت على البلس هذا V plus وهذا V minus، دائما ركزوا ولا بعدين الرسمة بتطلع بالعكس. ال V output سهل كتير، بهذه المنطقة بده يكون high، أعلى قيمة اللي هي عبارة عن 5 برضو،
هذا الـ V output بعديها هلو. طبعا الـ T مش معروف، إذا نوجد الـ T. احسب متى يضيء المصباح، هي بدنا نوجد الـ T. طبعا هذه التنين المعادلة تبعت الـ High Pass Filter، كون الـ V infinity دائما صفر، the output of t تساوي v صفر plus e سالب دلتا t على tau. التاو تساوي 220 مايكرو ضرب 100 كي، بيطلع عندي هدول كلهم بيطلعوا مع بعض روحوا، بيطلع عندي 22 سكند. مظبوط أظن، نعم. طيب بدنا نوجد الـ T واحد، الـ V صفر بلس هو عبارة عن 5، الـ V output عندي T تساوي 2.5، برضه بلزمني آلة حاسبة هان، 5 سالب T اللي عبارة عن T واحد ناقص 2 على 22، 2.5 بقسم على 2 بيطلع عندي نص، E سالب T واحد ناقص 2 22، باخد لن الطرفين، طلع عندي سالب T واحد ناقص 2 على 22 تساوي لن النص، ومنها بوجد، بحل وبوجد قيمة الـ T واحد. بصراحة أظن طلع 70، مش متأكد صراحة، حسب ذاكرتي أنا بتطلع. طب احسب RB، أعلى قيمة لـ RB عشان نضمن انه الترانزستور بتم بحالة الساتوريشن. تمام، هلا لما نيجي نحكي على اعلى قيمة لـ RB، خلينا نحل بلون تاني. لما نيجي نحكي عن RB max، فعليا احنا بنحكي على اي بي من، لان العلاقه بين التيار المقاومه علاقه عكسيه، وبحاله الساتوريشن بيكون في عندنا بيتا اي بي اكبر من الاي سي، فالاي بي مينيموم، الاي بي مينيموم بيكون اي بي من مينيموم بيكون لما اوجد يتساوى مع الاي سي، حتى يكون في حاله الاشباع الرفيع، حتى يكون في حالة الرفيع saturation الإشباع. طب قد إيه قيمة الـ IC؟ الـ IC بقدر أوجدها بكل بساطة، الـ IC تساوي 5 فولت ناقص الـ VLED ناقص الـ VCESAT تقسيم الـ RL، 5 ناقص 1.5 ناقص فاصل 2 على 300، 5 ناقص 1.5 3.5 ناقص فاصل 2 بيطلع 3.3 على 300، وده بيطلع على 3 1.1 تقسيم 100، 1.1 تقسيم 100 اللي بيطلع 11 ملي امبير. كمان مرة بالآلة الحاسبة ممكن نستخدمها، بلاش التخم الواحد بسهولة، ممكن التخم الواحد. إذا الـ IB minimum، الـ IB minimum، الـ IB minimum وعبارة عن IC على بيتا، 11 ملي على 100 اللي هو 11 ملي امبير. هلا الـ RB ماكسيموم، السؤال مش سهل حقيقة، بدوش كتير عمق بالفهم، يعني حتى الأساتذة بدهم شوية وقت يفكروا فيه لأي واحد مش معتاد على هذه النمطية. الـ RB مينيموم تساوي V output، أول شي نعمل KVL هان، KVL V output ناقص RB IB ناقص VB تساوي صفر.
V output أعلى قيمة 5 ناقص RB ضرب فاصلة 11 ملي ناقص فاصلة 7 تساوي 0. 5 ناقص فاصلة 7 بيطلع 4.3، بقسم على 11 ملي بيطلع عندك RB maximum. هذا جواب جيم. ده التركي شوي، بقول لك شو تغيير على زمن العمل بناء على حالة السحاب تبع البوتنشيومتر تبع المقاومة المتغيرة. ممكن يكون أعلى قيمة وأقل قيمة. التغيير بصير كما يلي: لما يكون أعلى قيمة فبصير ال V minus أعلى قيمة، هاي النقطة خيقبوها، أعلى قيمة بيكون ال V minus يساوي 5 فولت. الليد ما بدويش بالمرة بتاتا، ال V minus يساوي V plus، فبالتالي V plus ولا مرة بيكون أكبر من ال V minus. ليد لودو ليك ما بدوي، لا يضيء. لما يكون متأسف، أنا خربشت، أنا هاني أعتذر لأنه أنا خربشت، لأنه لما يكون ما بيكون فوق أعلى قيمة، هان أعلى قيمة هان بيكون، فبالتالي ال V minus، معلش خربشنا جل ما لا يسهو، وبدي أخليها بالفيلم مش راح أضيفها عشان نشوف إنه الإنسان ممكن يخربش. أعلى قيمة ال V minus، V minus هذا خيقبوها، أعلى قيمة بصير في عندي 20K على 30K ضرب 5. 20 على 30K ضرب 5 بيطلع لنا 10.33.33 فولت. هذا التغيير اللي بصير عندي هان 3.3 فولت. فتي 2 تتغير، تي 2 بتصير عبارة عن اللين 3.33 فولت تقسيم 5 طبعا التاو ما بتغير، لهذه سالب تي 2 على 2 2 سالب تي 2 ناقص 2. انا اخذت هذه المعادله، هيها المعادله هذه، بس اللي صار بدل ما اقسم 2.5 على 5 قسمت 3.3 على 5. هذا فيما يتعلق خيقبوها. هلا خي نموخ اقل قيمة بتصير هني أعلى، هني أقل. سؤال مش سهل، بده شوية تركيز. هني أقل بصير عندي ال V out أو V minus تساوي 10K تقسيم 30K ضرب 5 بقى 5 على 3 فولت، اللي هي 1.67 فولت. كمان مرة معيش قلت حاسب عشان هيك شوي، ناقص تي 3 22 لأن التاو ما تغيرت، لين 1.7 على 5. بتحسبوا بالآلة الحاسبة شو بتطلع قيمة تي 2 وتي 3. سؤال كتير حلو ممتع، إذا طالب فاهم شو بعمل يحله، إذا مش فاهم شو بعمل لأ بنصح يحل السؤال اللي فوق. في النهاية انتوا بتعرفوا انه في عندكم اختيار الاشي. وهيك بنكون خلصنا المثال الثاني لسنة 2018. شكرا كثير لحسن استماعكم.